سميتي جلال، عندي ثلاثة الوليدات، عندي جبنيتات وليد، وساكن في مبروكة، وكنت خدام في واحد القهوة وتخوات هي مقلة ديال الزيت. مول القهوة ما حنش فيها، عطاني شي براكة دويت بها راسي وخلص بها واحد الشهرين ديال الكرا. من سبقة ما بقاش عندي شي باب اللي غندق عليه. ها الأعضاء اللي تقاسوا ما تنحس بالعظم ديال يديا تنضاني بزاف، ملي توصل الليل بحال شي تلج اخويا حاط على يديا، والناس ما تنشوفوش بهاد الليل، والله ما تنشوف بها خوت، وتنخوش تنسى على وليداتي. والله يا عمي تمنيت نسى، ولا عمي تمنيت ما عطيت ديال البشر على قبل وليداتي. علاش؟ باش ما نصارش وليداتي، باش ما نخليش الشيطان يفرح بهاديك الفتنه ديال شتات الوليدات. وانا صابر الدار وصابر القهره وبيعدم وجهي على قبل وليداتي، وبغيت هادشي محسنين اللي يشوفوا في الله يشوفوا في هذيك الوليدات يخلصوا لي واخا ولا شهرين ديال الكرا ولا شهر. الله يجعل ربي اللي تنعاني انايا، وما وليداتي مضرورين، وما بغيش ولادي يزيدوا الضرر ويخرجوا من هذيك الدار اللي ساكن فيها انايا ويخرجوا مدلولين. ما بغيتهاش، بغيت شي انسان اللي فكر في الله ويفكر في هذيك الوليدات وما يعطيني لا فلوس لا والو، يجي برجليه ويهضر مع مولا الدار، وهذاك الشيء اللي تيتسال اللي تيتساني يخلصوا عليا. انا بغيت الله يخلص عليه الجنه. الله يرحم لكم الوالدين لما ساعدوني، وشوفوا من حالي وشوفوا من حال هذوك الوليدات. راني ما مورش بهذا الشيء، وعمري ما تمنيت نبان لا في كاميرا ولا ناس شي ميكرو نهضر. ودابا تنهضر معكم اخوت وحشمه لواحد الدرجه اللي ما كايناش ما كايناش وحق الله. واللي وتالي كاين شي محسن منين نبرق يشوف لي شي خدمه ونخدم على وليداتي بالحلال. ما باغيش اخوت نبقى في هاد السعايه، حيت ما راديش بها ما راديش بها. كوكت راضي بها ما غنبينش وجهي في الكاميرا وما غنبينش صوتي. غنفرح بهاد السعايه وغنفرح بهاد الليل، ولكن لا انا ما بغيتش نكون هكا، وما بغيتش وليداتي يشوفوني تبو كنشو يشوفوني غادي خارج نساق. بابا فين غادي؟ غادي خارج خدام. فاش خدامه بابا غنمشي نطلب. ما تنهضرش وليداتي يسمعوني غنقول لهم هاد الكلمه هادي. انا نفرح وليداتي يسمعوني نقول لهم انا غادي خدام، ومنين نجي في العشيه يعرفوني بلي راني خدام، ما يعرفونيش راني تنساق، حيت هاد السعايه مواش بها. ولا كو كانت امي وبحدايا راه مستحيل غندل، ومستحيل صوتي غيسمعو الناس ولا وجهي غيسمعو الناس. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين لما ساعدوني وشوفوا من حالي وشوفوا من حال هذوك الوليدات. واللي بغى يثيق دابا انا تنهضر معكم الخوت وحق لا اله الا الله، وانا تنحلف بالحق ومشي تنقول هذا الشيء باش البشر يحن فيه. لا، انا تنطلب الله يحن فيا قبل من البشر، وتنترجى الله يحن فيا قبل ما يحن فيا البشر. ملا ترجيت البشر الله عمو غيحن فيا، وترجيت الله وانا بدار ربي سبحانه وتعالى غيسلط عليه شي مؤمن ولا شي مؤمنه، ماشي يحن فيا انا، يحن في هذا الليل اللي عطاني الله، ويحن في هذوك الوليدات اللي عطاني ربي سبحانه وتعالى. كان تعدي جده اللي تتحن فيا هي اللي كنت كابر معاها ومربياني وعطاني قلبه وعقله، ومشات عليا تلفت اخوت عماني، ما تلفت مني مشات عليا امي تلفت، ولي امي اللي ولداني ما حناش فيها. ماشي غنقول لكم امي راه ميته ولا با ميت، لا، با عندي ومشلل. امي تزوجات ودات ربعة الاولاد تتعرف ولادها، ما تتعرفناش حنا واش كاينين على وجه الارض ولا ما كاينينش. وربي عالم بهاد الكلام اللي تنقول، ربي سبحانه وتعالى عالم بهاد الكلام اللي تنقول. وانا تنبكي ماشي تنبكي على شي حاجه باش بنادم يعطيني ولا بنادم باش يحن فيا، تنبكي على هاد الكلام اللي تنقول حيت تألمت وقلبي الله اللي عالم به، الله اللي عالم به، الله اللي عالم به. انا لقيتها غير واد ود الناس هذا مسكين، تلاقيت معاه باه مسكين في دب غلف تنساق، ويقول يا جا خويا انا غنوقف معاك. علاش؟ حيت ماشي ديال هاد الشيء هذا وماشي ديال هاد السعايه. انا غنوقف معاك وغندير معاك واحد الفيديو لا على وعاسق طيح شي مؤمن وشي مؤمنه
يجيو عندك المحالك ويحنوا فوق الخلصه وركه الصوره ديالك اللي متقلين عليك اخويا. والله يحميكم الوالدين، والله يجازيكم الخير وسمحوا لي بزاف.